السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء على قناة المصمم العربي. درسنا لهذا اليوم سوف يكون مختلف عن باقي الدروس السابقة. درسنا لهذا اليوم سوف يكون حول كيفية تصميم ساعة اليد على برنامج الإلستراتور سيسي 2015. نبدأ على بركة الله. أولا سنقوم بتقليص الساعة كما تشاهدون معي الآن، ثم نضعها في هذه الزاوية هنا أو نضعها هنا. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة إليبس تول أو الضغط على حرف L، ثم نقوم برسم دائرة ذلك بالضغط على Shift ثم الزر الأيسر للماوس، ثم نحصل على هذه الدائرة، ثم نقوم بتغييرها من اللون الأسود إلى اللون الأبيض. جيد، بعد ذلك سنضعها هنا، ثم نقوم بعمل نسخة ثانية من هذه الدائرة البيضاء، ثم نختار هذا اللون، ثم نقوم بتقليص الدائرة قليلا، ثم نجعل الدائرتين معا متناسقتين من حيث المسافة، ونقوم بزيادة حجم الدائرة الوسطى، ثم نحصل على هذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بعمل دائرة صغيرة في الوسط كما تشاهدون معي الآن، ثم نقوم بتلوينها باللون الأبيض، ثم نحصل على ثلاث دوائر كما تشاهدون معي الآن. بعد ذلك سنقوم بعمل تلك الخطوط الصغيرة التي تعبر عن الأرقام كما تشاهدون معي الآن، ثم نجعلها هكذا، نجعلها في الوسط، ثم نحصل على هذا الشكل. نقوم بتقليص حجمها قليلا، عفوا تقليص حجمها قليلا هكذا. بعد ذلك سنقوم باختيار ذلك الشكل الهندسي العمودي، ثم نذهب إلى أداة Rotate Tool أو الضغط على حرف R، ثم نقوم بتحديد مركز هذه الدائرة الصغيرة، ثم نقوم بالضغط على Alt ثم زر الأيسر للماوس، ثم تظهر نافذة الدوران المنتظم كما شرحناه سابقا في درس سابق، ثم نقوم بالضغط على Preview، ثم نقوم بكتابة زاوية الدوران 45 درجة، ثم نقوم بريفيو، ثم بعمل بريفيو تاني كما تشاهدون معي الآن. ستكون بعيدة نوعا ما، إذن سنقوم باختيار زاوية 22.5 أي نصف زاوية 45 كما تشاهدون، ثم نحصل على هذه النتيجة، ثم نقوم بالضغط على كابي، ثم نقوم بالضغط على كوماند ثم حرف دي لعمل الدوران المنتظم لذلك الشكل الهندسي الصغير، ثم نحصل على هذا الشكل. بعد ذلك سنقوم برسم عقارب الساعة، نقوم بعمل عقارب الأول، ثم نقوم تلوينه باللون الأسود كما تشاهدون معي الآن، ثم نقوم بجعله في الوسط هكذا، ثم نقوم بجعل هذه الدائرة الصغيرة فوق العقرب، عقرب الساعة الأسود، ثم نقوم بعمل نسخة للعقرب الأسود، ثم نقوم بتغيير زاوية دورانه، ونقوم بوضعه هنا، ثم نقوم بتقليص حجمه قليلا، ثم نقوم بتغيير لونه إلى اللون الأحمر، ثم نحصل على هذه النتيجة كما تشاهدون معي الآن. بعد ذلك سنقوم بعمل جروب أو مجموعة للتصميم، ثم سنقوم بعمل هذه الأشكال هنا والتي ستكون ممسكة بحزام الساعة. سنقوم ونختار أداة، سنختار اللون الأبيض أولا،
ثم نقوم باختيار أداة Pen Tool أو الضغط على حرف P، ثم نقوم برسم تلك الأعمدة الصغيرة هكذا كما تشاهدون معي الآن، ثم نحصل على هذا الشكل. سنقوم بجعل هذه النقطة منحرفة نحو اليسار قليلا، وأيضا هذه النقطة قليلا هكذا، ثم نحصل على هذا الشكل، ثم نقوم بوضعها هنا، ثم نقوم بجعل الجزء الأولي من الساعة فوق هذا الجزء هنا، ثم نقوم بوضعها هنا، ثم نقوم بعمل نسخة للشكل، ثم نقوم بعمل ريفلكت، ثم نحصل على هذا الشكل، ثم نجعلهما في مجموعة أيضا. قبل ذلك سنقوم بعمل هذه فوق الشكلين كما تشاهدون، ثم نقوم بعملية تنظيم الأشكال أفقيا كما تشاهدون، ثم نقوم بجعل الأشكال معا في مستوى واحد، ثم نختار هذه الأشكال ثم نجعلها في مجموعة group، ثم نقوم بجعل الأشكال كاملة في مستوى متساوي أفقيا وعموديا، ثم نحصل على هذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بعمل جروب للشكل كاملا للساعة، ثم سنقوم برسم هذه الأشرطة هنا كما تلاحظون، سنقوم برسمها الآن، سنقوم برسمها هكذا عفوا، ثم نقوم بجعل هذا الشكل نحو الأسفل قليلا هكذا، ثم نحصل على هذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بعمل نسخة لهذا الحزام العلوي بالضغط على Alt ثم الزر الأيسر للماوس، ثم نقوم بتغيير زاويته، ثم نضعه في الأسفل هكذا. بعد ذلك سنقوم باختيار الشكلين معا، ثم نجعلهما في مستوى واحد عن طريق أداة Align Tool، ثم نجعلهما في مجموعة. بعد ذلك سنقوم بجمع جعل الأشكال معا هكذا متساوية أفقيا وعموديا، ثم نحصل على ساعة اليد الخاصة بنا كما تلاحظين. فالطريقة جد بسيطة للغاية. قبل أن ننتهي من الشرح سنقوم بإضافة زر إعداد الساعة أو تنظيم الساعة كما تشاهدون، ثم نضعه على هذا الشكل، ثم نضعه هكذا، ثم نقوم بعمل كورنر صغير في حوافي هذا الشكل، ثم نقوم بإزاحته نحو اليسار قليلا، ثم نحصل على ساعة اليد الخاصة بنا كما تلاحظون. فقد قمنا بتصميم ساعة اليد على برنامج الإلستراتور CC 2015. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس البسيط. إذا كنت جديدا معنا قم بالاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو، وكذلك لا تنسى بعمل لايك إذا أعجبك هذا الفيديو، لأن لايك يعني أنك مهتم بما نقدمه في مجال التصميم، وأيضا تقوم بدعمنا لتقديم المزيد والمزيد من الدروس والشروحات المتنوعة في مجال التصميم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.